بفاعل ومفعول رح نشوف الطاولات عم يضوي احمر واخضر عند الفريقين. رح يضوي اخضر عند فريق واحمر عند فريق. الاخضر هو الفاعل، مفعول هو الاحمر. رح يطلب الفاعل من الاحمر طلب. يعني اللي هنقول عنده اخضر هيحكم حكم على اللي عنده نور احمر. اديني يلا نشوف مين الفاعل ومين المفعول النهارده. مثل القنينه يعني هيدي اللي بنلعبها. يعني اعمل ايه؟ بتدوي انا؟ لا لا. مها هتحكم على ماجد. هو المفعول ده. اتفضل يا ماجد في نص المسرح. مها نسقف لماجد سقفة كبيرة يا جماعة جدا. اتفضل. أنا أنزل ولا زي في مكاني؟ يلا فاكرة شو بدك تعمل؟ عايز حكم رهيب. نمرة واحد، الأول كده لازم تعترف، تعترف إن أنت مفعول به. لا أساسي. دي أول حاجة. ماشي أوكي. لا معلش. ده شغل يا باشا، ماشي؟ نمرة اتنين بقى. عايزك تعمل لي كده واحد سواق ميكروباص ورخي رخي 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 قوي ومضايقني قوي وهو بيرغي 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 في كل حاجه، عمال يرغي وكل ما اجي اتكلم يقاطعني ومضايقني وهو بس وخلاص وهو ده. يعني هي دلوقتي طلبت طلبين. ايوه. لا هو طلب واحد. خلينا في السواق. فين الزبون؟ طب انت الزبونه. طيب انت انا الزبونه. اطلع انت الزبونه. انا الزبونه. تعالي هنا بقى. يلا تعالي هنا بقى. نسقف للزبونه يا جماعه. انا الزبون. تعالي هنا. اركبي ورا. فين؟ اركبي هنا جنبك. انت توقفيني الاول وانا ماشي. اوكي. ايوه ايوه ايوه. يا اسطى ايه بوقفك؟ انت مش بتجري؟ ايوه. ايه ما مش راضي تقف؟ تقف. انت مش راضي تمشي؟ ايوه. راح فين؟ العتبه. طب اركبي بقى بسرعه قبل ما حد يشوف. اخلصي واركبي. ماشي. يا ساتر يا رب. ايه ده؟ العربيه. العربيه مش عايزه تمشي. ليه؟ حمل تقيل عليها؟ هتحسي على دمك شوية. سو انت ساكت يا اسطى. طب ما ينفعش تطلعي رجلي من الشباك ورجلي جوه. شفتي؟ شفتي؟ ما انت اللي ابتديتي. وبعدين انا قلت لك ارغي 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 وضايقني، انا عايزاك تضايقني ارغي. اضايقك؟ اه. انزلي. ابسطك؟ ابسطك؟ ابسطيني. سوينا يا اسطى على الكورنيش. ناكل ذره ونشرب مانجا وواحده واحده ان شاء الله تعيش. ماشيين حلوين. العتبه جت. العتبه جت وخلصت. انا بحلك واحده واحده. انت ما رغيتش لسه لغايه دلوقتي. كل ده ما رغيتش؟ لا ارغي. اسكتي. ده انا متجوز واحده بقى. ما ده مش عايز اقول لك متهقاني وتعباني ومخنوق منها ومش قادر اكتر اكتر اكتر. اه والله العظيم غريبه غريبه. لا ارغي اكتر اكتر. عارفه اسمها ايه؟ ضايقني ضايقني. ما انا هضايقك. عارفه اسمها ايه؟ مش بتضايق ليا ناس. اسمها مها احمد. اتضايقتي؟ لسه لسه لسه. يبقى ما عندكيش دم دم دم. الله. اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ يلا ايه؟ برافو يا ماجد. اخدتوا ثلاث علامات. ثلاث علامات. 16 نقطة. احنا 9. خدتوا ثلاث علامات. يا 16. ايه؟ بص 16 يا ماما. ايه ده هم اللي خدوا؟ 16 يا ماما. ده اللي هيضايقها. انت في مهنة السواق يا ماجد عجبتني قوي. حبيب قلب يا باشا. ورغاي وبتعمل الحتة بتاعت لازم اي سواق تركب معاه. هو يا عم قصة حياته. طبعا طبعا. والمدام مش عارفة ايه عشان تزوده 10 جنيه. قالت لك ضايقني. طيب خلينا نكفي هالمرة. كمان رح نشوف الضوء عم يضوي احمر واخضر. بس هالمرة فرد مرة كمروني على 20 ولو حرام. لا هالمرة العلامات لإلكم. اه نفسي اردها لك. بعينك. ماشي.
ماشي. ستيفاني لو المخرج يدينا اخضر ويديك احمر. يا ليليا بديكي واو تتفضلي على المسرح. هالمره ستيفاني بدك تأمر او تطلب طلب من ليليا. فكري يا ستيفاني. لوبي خدي بالك يا ليليا لازم تعمليه مظبوط عشان تاخدي العلامات. انا بهديك الربح كله. بدي اطلب منك طلب هيك. تفضلي. رقيقه قوي مستسلمة جدا يعني. رقيقة جدا جدا في كلامك. ليليا شو رأيك هيك تتخيلي هلا شوي انت عايشة بالبناية عندك وعندك جارة فوقك وهيدي الجارة كتير مزوقة وكتير ناعمة وهي كتير بتحبك لدرجة انه كل يوم بس تشوفك نشرت الغسيل والغسيل الأبيض بتمسك مي وسخة وبتكبل لك اياها على الغسيل وهذا الغسيل صار لك ساعتين بتغسلي فيه غسيل العيلة كله. انت شفت هالمنظر مرة اثنين يوم اثنين ايوه بعد جمعة خلص ما بقى فيكي قررت تطلعي على البلكون تسمعيها كلمتين هيك تفرجيها قديش هي بتستاهلون شيء فيش خلقك فيها طلعي وعملي مشكل خلي كل الحي مش بس هي يعرف انه ما حدا في تعاطى معي. طيب حدا يساعدني مع ليليا بس يعمل دور الشارع. ليليا ليليا تحب اساعدك؟ اه حط لك ماها في الدور اللي فوق. هي دايما بتضايق الجيران اللي تحتيها. وحاصر الغسيل اهو. اتفضلي ما هعملي دور الجاره اللي فوقانيه وانا التحتانيه. طب ما انا فوق اهو. يلا انا فوق اهو. بس عشان مش لا اطلعي فوق هنا. هو انا لازم امشي بمشوار شوي. يلا يا ماما. اتفضلي. ليليا ليليا وانا كمان عندي حل، انا رح شارك معكم. طب اتفضلي كمان. وانا رح كون الجاره بالبنايه اللي بوشكم. يلا اتفضلي. يا سلام. وانا الجاره اللي خلينا نبص بقى. يعني انا دلوقتي هنقط عليها ميه من فوق وانا بترجع عليكم. انا هلا طلعت ولقيت الغسيل. استنى لما نقط. طب يلا نقطي. ميه يا حبيبتي يا عيني والله انا هلا غاسل غسيل وصرت قايلت لك 100 مره لبقى طلعت لعندي مي. ايش 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 شويه ايش 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 اسكت اسكت هطلع عليكي جرد الميه. ايش بلا خلي ساكت لك 10 ايام والله العظيم هريتي نعمتي اهلكت وانا اغسل يا اختي. تعي حطي حالك محلي. اقول لك على حاجه الغسيل اهو فوق دماغك عشان ترتاح. والله العظيم انا طالعه لعندك لورجيكي قيمه نفسك. وانت يا محمد هات لي خرطوم ويا واد. يا عيب الشوم يا عيب الشوم يا عيب الشوم شو هالجيران ولا ما بتحترموا حدا. يا عيب الشوم في ناس مهذبين قاعدين بالحي. ما تحكي علينا انت الثانيه لا بتعرفي لا تغسلي ولا تطبخي ولا تنظفي. عندك حق يا حبيبتي. ايش حشرنا بين وسط جيراننا الجيران اللي بعضيهم. شوفي الحشرين يا في حاجة يا حبيبتي. حبيبي حياتي هو جيراني في الجير. هو جيراني في الجير عم يتعلوا علي. البرمبة البرمبة. أقول لك على حاجة حبيبي اطلبوا له بلوزة ناجدة. طب مرتك خلاص خليها هي قاعدة على المراية عم تظبط لك جمالها. نحن جيران بدنا نغسل ونكنس ونسرم. يلا بينا يلا بينا دول ناس يعني منيح بالاخر صاروا اصحاب الجيران وثلاث علامات بجداره ربنا يخلينا علينا دار ولعنين. عن جد برافو شهد تمثيل الروعه واكيد ستيفاني وماجد انقذوكم كمان بالاخر يعني انقذونا انقذونا على الافتراء يعني المشهد كان عن جد كامل متكامل وبيطلع لكم ثلاث نقط بس بس طب ماجد علامه و16 علامه للفريق الاول حدث فين فاز طبعا لا لانه هالمره كان النقط لهم انتم كل فقره بدكم وانت ناقصك لسه لسه ماشي هم اللي اول مشهد بس عندنا روح رياضيه طبعا اكيد يعني انا بشجعكم على روحكم الرياضيه الروعه خلينا نكمل عايز ينقط ينقط ما فيش حاجه طيب